صاير لي بيولوجيست جو سبيغ كو فوز الي بيان. ان شاء الله غادي نكملوا الكور ديال الميتوكوندري. قبل سبقنا قبل درنا الممبران بلازميك في الجروب، دابا غادي نديروا الميتوكوندري. يلا نبدا. لا ستركتور ديال الميتوكوندري، اول حاجه نعرفوا لا ستركتور ديال الميتوكوندري. واحد لوغانيت سيتوبلازميك، يعني كنعرفوا بان السيلول كتكون لينا من نوايو، كتكون لينا من فيها سيتوبلازم، وفي السيتوبلازم كيكونوا فيها زورغانيت سيلولار. من بين هذوك لي زورغانيت سيلولار كاين الميتوكوندري، يعني الميتوكوندري راه اورغانيت سيلولار. عاد من كيكون سبيسيفيك لي زوكاريوت ايروبي، يعني كيكون عند لي زوكاريوت ايروبي بحال لي زانيمو ولي فيجيتو، يعني كيكون عند لي زانيمو لي فيجيتو، وما يقدرش يكون عند لي بروكاريوت. ابسون دي بروكاريوت، يعني ما كتكونش عند لي بروكاريوت، كيكون عند لي زوكاريوت. شنو الفرق ما بين لي زوكاريوت والبروكاريوت؟ لي زوكاريوت هما اللي كيكون عندهم دي فغي نوايو، يعني النوايو محاطه بواحد لونفلوب نيكليير. اما البروكاريوت عندها واحد لا دي ان، ولكن ما كتكونش فيها ما كيكونش محاط بداك لونفلوب نيكليير، وما كيكونش فيها لي ما كيكونش فيها لي زورغانيت سيلولير. هذا هو الفرق ما بين لي زوكاريوت والبروكاريوت. لي زوكاريوت بحالنا حنايا لي زانيمو، يعني عندنا دي سيلول سون دي سيلول اوكاريوت. علاش قلنا ايروبي لي زوكاريوت ايروبي؟ لان كيف ما كنعرفوا الميتوكوندري يعني كيحتاج واحد الاكسجين، يعني ضروري خاص الاكسجين باش يدير واحد الغول، يعني باش يدير واحد الدور ديالو، يعني خاصو الاكسجين. هادشي علاش لي زوكاريوت ايروبي اللي كيكونوا يعني كيكونوا كيدخلوا لنا الاكسجين باش يخدم لنا هذاك الميتوكوندري. Ne font pas partie du système endomembranaire. Le système endomembranaire, tout simplement, واحد سيستم يعني كيكون فيه ريتيكول اندوبلازميك لاباري دو جولجي والليزوزوم اللي كيتكومونيكاو مع بعضياتهم ومع لو مومبران بلازميك، حتى نوصلوا ان شاء الله لو سيستم اندوبلازميك ونعرفوا شنو هو الدور ديال كل اورغانيت سيلولار. سيمي اوتونوم ستادير هذوك لي زونزيم اللي كيستعملهم في الرياكسيون ميتوكوندريال كيسيبهم راسو، يعني ما كيسيبهمش لي لا دي ان نيكليير، كيسيبهم راسو. علاش كيسيبهم راسو؟ كيفاش كيسيبهم راسو؟ انه عنده واحد لا دي ان سيركولير كاين في الميتوكوندري، هذاك لا دي ان سيركولير يعني كيعطينا اي غان ميساجي، من بعد كيعطينا لاسيد اميني لاسومبلاج سيد امين، كيعطينا بروتين ولا لونزيم، يعني هذوك لونزيم هو اللي كيستعملهم باش كيدير لي رياكسيون ديالو. هادشي علاش كنسموه سيمي اوتونوم. دوبل مومبران دونفولوب، يعني فيه مومبران انترن و مومبران اكسترن. كيفما كتشوفوا هنايا عندنا في التصويره، يعني مومبران انترن و مومبران اكسترن، يعني هذاك هو لونفولوب ديال هذاك الميتوكوندري. يعني شنو الدور ديال هذاك الميتوكوندري؟ لا برودكسيون دو لا ماجور بارتي دو لونيرجي سيلولير فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف، يعني كيكون عندنا بلا ما نديرو لي سيتاب ديال هذاك الميتوكوندري حتى نوصلو ليه ان شاء الله، يعني هو الدور ديالو المهم هو انه كيدير لنا لا برودكسيون دو لا ماجور بارتي دو لينيرجي. علاش قلنا لا ماجور بارتي دو لينيرجي سيلولير؟ يعني الميتوكوندري ماشي غير هو بوحدو اللي كيصيب لنا لينيرجي، كاينين شي حوايج اخرين كيصيبو لنا لينيرجي، يعني كي برودوي لنا لينيرجي. الميتوكوندري كيصيب لنا غير الكغون بارتي، يعني الماجور بارتي ديال ديك لينيرجي كيصيبها لنا الميتوكوندري. بحال مثلا في الهيالوبلازم، الهيالوبلازم كيكون عندنا الهيدروليز ديال الجليكوز، الجليكوز كيتحول لبيوريفات كيعطينا واحد لاتيبي، يعني الكونتيتي ديال لاتيبي اللي عطانا لنا في الهيالوبلازم ماشي بحالها بحال لا كونتيتي اللي كتكون في الميتوكوندري، لان في الميتوكوندري كيعطينا اتيبي بزاف. مانو لا مورفولوجي اي لوكاليزاسيون. لا مورفولوجي ديال هذاك نعرفوا لا مورفولوجي ديال الميتوكوندري اي لوكاليزاسيون فين كاين هذاك الميتوكوندري. مانو شنو استعملنا؟ ميكروسكوب اوبتيك. اول ميكروسكوب استعملنا هو الميكروسكوب اوبتيك، يعني كنشدو واحد الميتوكوندري، هذاك الميتوكوندري كنديروا ليه واحد كولورون، واحد كولورون اللي هو هذا واللي هو الميتوتراكر. هذا الميتوتراكر واحد كولورون يعني كيعطينا واحد فلوريسون روج، يعني كيتفيكسي علينا، كيتفيكسي علينا على اليمين، كيتفيكسي على الميتوكوندري وكيعطي واحد اللون اللي هو احمر، يعني كيعطي اللون الاحمر اللي هو هنايا في الصوره، يعني كيبان لك هذا اللون الاحمر سون دي ميتوكوندري. يعني شدينا هذاك الميتوكوندري هذا السيلول درنا ليها واحد الكولورون اللي هو الكولورون فيتال، درنا واحد الكولورون فيتال هو الميتو تراكر، وهاد الكولورون كيلون لينا جوست غير الميتوكوندري. ملي لون لينا الميتوكوندري لونهم لنا بالاحمر، يعني ستادير عطانا اللوكاليزاسيون ديال هذوك الميتوكوندري فين كاينين.
هاد الزرقاء ستادي شنو هي؟ هي من نوايو، يعني النوايو الباينه اللي تكون سوا تكون في الصنخ سوا تكون في بيريفيريك على حساب النوع ديال لي سيلول. وعندنا هادوك اللي بالخضر اللي هما الميكروفيلامون داكتين، يعني الميكروفيلامون داكتين هما اللي كيديبلاصا عليهم هادوك لي زورغانيت سيلولار، من بينهم الميتوكوندري. يعني الميتوكوندري يقدر يديبلاصا، يمشي من هنا لهنا، يمشي من، يعني يديبلاصا في هادوك لي ميكروفيلامون داكتين. من بعد ما عرفنا لا لوكاليزاسيون ديال هادوك الميتوكوندري، عرفناهم كيكونوا في سيتوبلازم. من بعد نشوفوا لا مورفولوجي. لا مورفولوجي ضروري كنستعملوا الميكروسكوب الكترونيك، ميكروسكوب الكترونيك بحال مثلا في سيلول ايباتيك. في سيلول ايباتيك استعملنا ميكروسكوب الكترونيك وبان لنا واحد ميتوكوندري اللي على شكل هكا. ملي جينا نشوفوه لقيناه كيتكون من مومبران اكستيرن اللي هو اللي على برا هنايا، فيه مومبران انتر اللي هو الداخل، ويكون فيه دي كريت يعني كالسيوم، مو هذوك لي طوال اللي هنا كيجيو حتى لهنايا. وكاين اسباس انتر مومبرانير اللي كيكون اونتر لي دو مومبران. وعندنا عندنا اسباس ماتريسيال اللي هو هذا اللي كيكون الوسط. يعني انا هذا الميكروسكوب الكترونيك عطانا لا مورفولوجي، يعني البنيه ديال هذاك لي ميتوكوندري. مانو لا فورم اي تاي فاريابل، سواء فيلامونتوز يقدر عاوتاني يكون جلوبولير دور، فيلامونتوز يكون كونطويل سو فورم دو فيلامون. عندنا جلوبولير من 0.5 حتى 1 ميكرومتر، ولا فيلامونتوز جوسكا 10 ميكرومتر. يعني لا فورم الطاي ديالو فاريابل، نومبر بار سيلول فاريابل سولون لو تيب سيلولير، فاريابل على حسب التيب دو سيلول. يعني ابوندون كيكون بزاف دون لي سيلول ايباتيك، يعني دون لي سيلول ايباتيك كيف ما كتشوف في التصويره كنلقاو بزاف لي ميتوكوندري. اوكان دون لي جلوبول روج، مثلا في الجلوبول روج ما كنلقاو حتى ميتوكوندري. يعني نومبر دو سيلول فاريابل على حسب تيب دو سيلول. يعني سيلول ايباتيك كنلقاو فيها بزاف، سيلول جلوبول روج كنلقاو فيها ما كنلقاو فيها والو اكسيتيرا. انا جيست اكزامبل نومبر اوغمونت ان كا دو بوزوان انرجيتيك. يعني مثلا في لي سيلول مسكولير، لي سيلول مسكولير الا كانت عندها مثلا جوج لي ميتوكوندري باغ اكزومبل، جوست ان اكزومبل، عندها دو ميتوكوندري. ولكن ملي غادي ندير واحد لي فور، ملي غادي ندير واحد اكتيفيتي فيزيك، هذاك النومبر ديال الميتوكوندري هما خاصهم يبرودويو لنا بزاف ديال الانرجي باش هذاك الميسكول يدير لنا واحد اكتيفيتي فيزيك. يعني باش يديروا لنا واحد يبرودويو لنا بزاف ديال الانرجي، اش خاص الميتوكوندري اي اوغمونتا لو نومبر. باش يتاوغمونتا لو نومبر يقدر يوقع ليه لا ديفيزيون، يعني غيولي ديفيزيون باش يعطينا بزاف ديال الميتوكوندري. وهذوك بزاف ديال الميتوكوندري يقدروا يصايبوا لنا بزاف ديال الانرجي باش تخلي تمكن هذاك الميسكول باش دير واحد ليفي فيزيولوجي. peuvent se déplacer le long de microtubules. يعني كيف ما كنعرفوا في السيلول كاين النوايو كاين سيتوبلازم، والسيتوبلازم فيه واحد الخويطات، هذوك الخويطات سون دي ميكروتوبول. هذوك الخويطات هما اللي كيخليو لا ديبلاسمون ديال هذوك لي زورغانيت سيلولير، من بيناتهم لو ميتوكوندري. يعني الميتوكوندري يقدر يتديبلاصا لينا في هذاك الميكروتوبول، يقدر يمشي لينا من كيف ما هنايا، يقدر يمشي لينا من هنايا لهنا، يقدر يدوز لينا من هنا لهنا على حسب. يعني كيخليه يديبلاصا. لوكاليزاسيون دون لي زون دو فورت كونسوماسيون اون انرجي، يعني كيكون في لو زون اللي كتكون كونسومي بزاف انرجي. بحال اش مثلا؟ بحال اونتر لو ميو فيبري دي ميسكل كارديان، ميسكل كاردياك وعضله القلب. هذيك عضله القلب كيكون فيها بزاف ديال الميتوكوندري. علاش؟ لان القلب كيبقى دائما كيكون 24 ساعه على 24 ساعه هو خدام. يعني بما انه 24 ساعه، بما انه 24 ساعه على 24 ساعه هو خدام، يعني كيحتاج واحد الطاقه. هذيك الطاقه كيستمدها من لي ميتوكوندري. يعني خاص يكون بزاف ديال لي ميتوكوندري باش يعطوك الطاقه بزاف، باش يخلي هذاك الميسكول يبقى ديما يدير لا كونتراكسيون. وعندنا ثاني في البياس انترميديير دو سبرماتوزويد، معروفه البياس انترميديير دو سبرماتوزويد، هذوك لي ميتوكوندري كيكونوا اون اليس، يعني دايرين اوتور ديال هذاك الفلاجيل. وكيعطيه باش كيعطيه لا كاباسيتي موفمون، يعني باش انه يدير الموفمون راه خاصو واحد الطاقه من غيجي بينا، غيجي بينا من الميتوكوندري. كيف ما كنشوفو هنا في التصويره، هنا ميسكل كاردياك كنشوفو بان ها هو لي ميوفيلامون، هنا لي ميوفيلامون. ما بين الميوفيلامون كاين شنو عندنا؟ عندنا لي ميتوكوندري، يعني لوكاليزاسيون ديال الميتوكوندري هنايا، بزاف ديال الميتوكوندري. هاد الميتوكوندري كيعطيونا الطاقه باش يخليو هاد الميسكل يتكونتراكتا.
وكاين عاوتاني في البيس انترميديير دايرين اون اليس على اليمين على هذاك الفلاجيل، يعني دايرين الفلاجيل باش يعطوه طاقة باش يخلوه يتحرك. ريزومي لا ستركتور ديال الميتوكوندري كيف ما قلنا، كاين هنايا ممبران اكسترن يعني كونتيني اونيفورم يعني كيكون كامل، ممبران اسباس انتر ممبرانير و شومبر اكسترن يعني ما بين الممبران اكسترن ممبران انتر كاين اسباس انتر ممبرانير ولا كنسموه شومبر اكسترن بحال بحال، ممبران انتر فورم دي كريت يعني ممبران انتر في دي كريت، وعندنا ماتريس و شومبر انترن ماتريس ولا شومبر انترن، وعندنا دي كريت. دابا غادي ندوزو لا ستركتور ديال الممبران اكسترن. دابا كيف ما قلنا غنبداو بالستركتور ديال الممبران اكسترن، مناش كتكون هاد الممبران اكسترن ديال هذاك الميتوكوندري. C'est une bicouche lipidique de 5 à 7 nanomètres d'épaisseur. Il y a une bicouche lipidique qui est une membrane plasmique. La membrane plasmique est une couche de phospholipides. Cette membrane externe est une bicouche de phospholipides. L'épaisseur est de 7 à 7 nanomètres. Composition proche de celle de la membrane plasmique. Yani, la composition est une membrane plasmique. Qareben. خوش تقريبا ان قريبا الممبران بلازميك من حيث ماذا كونتيان تقريبا ديال 50 حتى 60% ديال لي بروتيين اي 50 40% ديال ليبيد، يعني كيتكون 50 حتى 60% ديال البروتيين و 50 40% ديال لي ليبيد. ريشامبورين واحد البور بحال قلتي واحد الترو كتكون في يعني داك الممبران اكسترن كيكون فيه دي ترو كيكون فيه دي بورين دي بور، هذوك دي بور فوليمينو كيكونوا كبار بزاف دان ديامتر دو 2 ا 3 نانومتر. هادوك البورين نعرفوا الدور ديالهم انهم كيمكنونا باش يدوزوا لنا هادوك لي مولوكول، بحال مثلا لا تيبيرس دوز يعني اللي بدوز من من الممبران اكسترن شنو خاصها الدوز، يعني ما تدوش لي من هادوك البيكوش فوسفو بيكوش ليبيديك، غدوز لنا من لي بورين من هذاك البور فوليمينو. عندك الجليكو عندك البيريفات مثلا بيريفات جليكوز ما كيدوش بيريفات etc. Perméable aux ions et des molécules de masse moléculaire inférieure à 10 kD. هذاك البور كيمكن لينا باش كيمكن لينا غير يدوزو لينا هذوك لي مولكول لي زيون اي لي مولكول مولكول دو ماس مولكولير يكونوا صغار من هذاك 10 كد. كيف ما كنشوفوا هنايا ستركتور نومبران اكسترن باساج باسيف دي بوتي مولكول بار لو بورين دو لا دو لا مومبران اكسترن، يعني في الممبران اكسترن هذاك البورين ما كيحتاجش لينا ابدا ما كيحتاجش لينا غير هادشي، يعني عقلوا عليها مزيان ممبران اكسترن باساج ديالو باساج كيف داير باساج باسيف يعني ماشي اكتيف ما كيحتاجش لينا لينيرجي، يعني اي مولكول بغات دوزي لها كدوزي لها باسيفمون، ولكن غير الشرط الوحيد ديالها هو انها خاصها تكون صغار من اش صغار من 10 كاد. كيف ما قلنا هنايا ممبران اكسترن يعني كيكون فيه داك البورين وهذوك لي بورين كيمكنونا من هذوك لي مولكول كيكونوا صغار من 10 كدا كدا 10 كيلو دالتون، بحال مثلا ATP لا DP يعني كيدوزو بشكل فاسيل بيريفات حتى هو لاسيد غرا الفوسفات اكسيتيرا، يعني هادو يعني هادو كيدوزو فاسيلمون اترافير لو ممبران اكسترن.